Hello my dear peoples, how are you today? مرحبا أعزائنا التلاميذ، أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية أقدمه لكم من المدرسة العراقية الألمانية. Today we have lesson 3 unit 4. اليوم عندنا الدرس الثالث من الوحدة الرابعة. حرف جديد هو حرف W. حرف W، حرف اسمه W. W W صوته و، صوته و، صوته و، W صوته و. بداية أعزائي لازم نعرف طريقة كتابة حرف. صيغته إن capital letter and small letter. نكتب W capital letter. نكتب أول شيء W capital letter. نفس حرف V، اثنين V and V. This is W capital letter. يشبه حرف V لكن نكتبه مرتين. نكتبه مرة ثانية. مرة ثالثة. هسه حنكتب W small letter، نفسها لكن نفس الحرف الكبير لكن صغير. W small letter. okay. نكتبه مرة ثانية. نكتبه مرة ثالثة. اوكي. This is W capital letter and small letter. الآن أعزائي حنأخذ كلمات تبدأ بحرف W. أول كلمة عندنا window. window 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 يعني شباك نافذة. window يعني شباك نافذة. watch 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 شوفون صورة الساعة. watch watch ساعة يدوية. watch ساعة يدوية. watch ساعة يدوية. نعيدهم. window window watch watch window 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 watch 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 الآن أعزائي إذا ننظر إلى الصورة راح نشوف مجموعة من الأطعمة اللي موجودة عندنا فود. فهسه اليوم إحنا حناخذ سؤال جديد. السؤال هو What can you see؟ ماذا تستطيع أن ترى؟ What can you see؟ What can you see؟ ماذا تستطيع أن ترى؟ حتكون الإجابة عن هذا السؤال بهذه الطريقة. Number one، رقم واحد tomatoes. tomatoes شوفوا رقم واحد مجموعة من الطماطم. Number two jelly jelly. number 3 orange orange برتقال. number 4 pizza pizza. number 5 cake 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 or chocolate. okay. so also what we have بعد شنو عندنا بالصورة؟ عندنا juice 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 عصير. juice عصير. بعد شنو عدنا؟ إلى هنا تلاميذ ننتهي درسنا لهذا اليوم. إن شاء الله نلتقيكم في دروس جديدة.